خليل قديمي رئيس نادي دادا سبايك. كيف كتعرفوا هذه الدورة الأخيرة ديال البطولة الوطنية ديال الموتوكروس والكروس كونتي تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للدراجة النارية. كيف كتعرفوا شو الحمد لله كاين متسابقين كثار والجمهور اللي شفتوه كثير الحمد لله دابا ولينا الشرف باش تنظيم هذا النهائي ديال البطولة الوطنية ديال الموتوكروس والكروس كونتري.